تحية لأخونا أبو تشادر الأصلي، وقال السيارة لا توقع الطين ولا تغسلها بمي ولا تمد السفنجة ولا وصلت تشبون الأمطار والدنيا طين ومطر ووصل صار على السيارة، وأسرع نخلي مات الشامبو الإيطالي. هاي الرغوة الكثيفة كفيلة توقع الطين والأوساخ وتحافظ على صبغ السيارة. وبا واحد سبح السبح تقول صار جديد من محلات التشادر الأصلي، أحلى مضخة إيطالية نحاس. وضربنا التشادر مال ابن الدكتور حيدر، أحسن ما تضيع لأبو الغسيل ب15 بخاشيش 25، أو هاي الفرشة حتى لا مال المحطات مال غسل تشحيم، إذا ياخذ 5000 هم ياخذون 5000 بخشيش يصير 10000. بس أنت اليوم تضبط شغلتك وبالبيئة تتونس على السيارة وتعطيها رغوة حلوة. وهذا الشامبو مو مثل هذا الغسل مال العادي، يخلون شامبو عادي مال الوزير لو زاهي، لا هذا مو زاهي، شامبو. وعليكم السلام غادي. واذا تريدون من مثال هاي السياره قبله، احنا تونا سوينا الدينالي، هاي بعده كملناها تتمرى وجهك بيها، وما خلينا عدل حتى تنشيف ما نشفناها، قال هي تنشف وحدها. عده وسطه خاصه ما تنشيف القماره بالشالجر، قمارة تلوحة بس بالدينالي ما تقدر تلوحة. ما نعرف شنو الأسباب اللي ما قدرنا نوصل للقمارة. يعني حتى الطانة ما تخلوه ساعة نص ساعة. عاشت يدك. هسه راويكم شغل مضخة التشادر الأصلي بعده.